أعزائنا صناع الأفلام والأصدقاء، نرحب بكم في النسخة الأولى من مهرجان الفيلم الأوروبي، والذي يقام لأول مرة في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية. نحن الحين في الانترفيو الممثلين والمخرجين والسفراء، السفير الاتحاد الاوروبي حيكون موجود معنا، استاذ عبد الله رئيس هيئه الافلام، وعدد من الممثلين حيكونوا موجودين. European Film Festival in Riyadh. Why in Riyadh? Because Saudi Arabia is a very important partner to us. Saudi Arabia is a thriving industry for movies. I think it's more and more a destination for movie makers for shooting and also for collaboration. We know that cinema is an important part of the culture. Culture is very important in the Vision 2030, and we want absolutely to support that aspect in particular of the Vision 2030. So bringing culture, entertainment to the largest part of the Saudi population. So very happy that at the same time what we are able to do is to enhance our relationship, our mutual understanding through cultural exchanges. يأتي هذا المهرجان الأوروبي ليتيح الفرصة للصناع الأفلام الأوروبيين والمشاهدين السعوديين لمد صورة التواصل، التعرف على سينما مختلفة. لا شك هنالك ورش نقوم بها نحن في هيئة الأفلام، موجودة أيضا عند المنظمين ورش محاضرات، ونقوم باستقطاب بعض الأفلام الدولية إلى المملكة، ونقوم أيضا بأخذ صناع الأفلام السعوديين لعرض أفلامهم في الخارج ومد جسور الحوار. أول المملكة العربية السعودية رغم أنها بدأت متأخرة في الصناعة السينمائية، إلا أنها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى العالم اليوم. سوق رائع جدا، المواهب كثيرة وجالسة تزيد مع الوقت، التوقعات عالية، لفتنا الأنظار، وبإذن الله خلال السنوات القليلة القادمة استمر الفيلم السعودي يحقق إنجازات أكبر وأكبر. يعني بالنسبة لي هالخطوة جدا جميلة، لأنه أنا دائما أقول صعب الأفلام الأوروبية تحط يدك عليها غير لو رحت مهرجانات في أوروبا، غير الأفلام هوليوود وأفلام الأمريكية. فأحساس إنه يجي الفيلم الأوروبي لأن عندنا شيء جدا مهم، إنه أنا بالنسبة لي الأفلام الأوروبية فيها طابع شعري وطريقة سرد ومود مختلف جدا عن الأفلام الأمريكية والعربية. فبالنسبة لي أي ثقافة تزهر أكثر لما تختلط بثقافات ثانية. فأخيرا مبسوطة. زي ما انت عارف يعني احنا في عصر التكنولوجيا، الدنيا كلها فاتحة على بعض، احنا نستفيد من خبرات السينما الأوروبية، وايضا احنا بدأت تصير في صناعة للسينما السعودية، فهم ايضا يشوفوا اعمالنا. انا سعيدة اني اكون هنا طبعا، لانه ودي اشوف التكنيكس الجديدة اللي مستعملينها، طريقة سردهم للنص. دخلنا السينما الحين، متحمس بصراحة، يا اخي بحب الافلام والسينما، ايش اسوي يعني؟ فخلونا بس نشوف النعد والنعد. تعال من هناك، هذه قاعة السينما بس باردة باردة. هذه الشاشة الفيلم اللي حنتفرج عليه اليوم فرنسي، اسمه لويس بيرفيو، فالله أعلم كيف وضعه. يعني المهرجان من 15 ل 22 اللي نحن فيه اليوم، طبعا دعوات خاصة، وعادي بعد كذا من بكرة تقدروا تيجوا تتفرجوا على الأفلام. الفيلم كان مرة رهيب، عجبنا مرة. لا يفوتكم الأسبوع هذا، كله عرض للأفلام الأوروبية في المهرجان، بصراحة يستاهل إن الواحد يروح لها. لا تنسوا تساووا لايك وسبسكرايب وشاركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات أول بأول. تشاو.